موجز الأخبار من ABC نيوز عربية، أهلا بكم. مكتب السودان يعلن أن الإعلان الرسمي عن المرشحين سيكون بعد انتهاء المقابلات. الجبهة التركمانية تطالب بمقعد وزاري في حكومة السودان. المندلاوي يعلن تشكيل لجنة برئاسته لمراجعة قرارات حكومة تصريف الأعمال. وزارة المالية تحجز أموال 5 أشخاص من المتورطين بسرقة القرن. التربية تقرر اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب. وفي الأخبار الدولية، الرئيس الصيني يفوز بولاية رئاسية ثالثة لمدة 5 سنوات جديدة. إيران ترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة. الأرض على موعد مع خسوف جزئي للشمس يوم الثلاثاء المقبل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.